السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول فلاون، تحية كبيرة لكم وكل كيما راكم. معكم لطفي دوب الكانو في فيديو صغيرة باش نحكيو على خاوتنا وحبابنا اللي توفاو واستشهدوا في اليوم الثاني من العيد. ربي يرحمهم جنود الجيش الوطني الشعبي، أبطال هذا الشعب، ربي يرحمهم إن شاء الله ويمن كتابهم ويسر حسابهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ويجعلهم من شهداء الرحمن ويجعلهم من عتقاء يعني هذا الشهر الكريم، لأنهم توفوا ورا رمضان. ربي يجعلهم شفعاء لأهلهم ولولادهم والفاميلياتهم والأحبابهم واللي كوليك تاعهم اللي خدموا معاهم، ربي يرحمهم يا جماعة ويوسع عليهم. وربي يمد لأهلهم الصبر، الصبر لأهلهم، والديهم، خاوتهم، لنساهم، لولادهم، لأصحابهم في الفيلاجات في القرى اللي كانوا يسكنوا فيهم، ربي يعطيهم الصبر إن شاء الله. الحاجة اللي كنت ننتظر فيها أنا بعد هذا العمل يعني وهذا الغدر وهذا الجبن، كنت ننتظر إنه المجتمع المدني الناس كل راح تتحرك. قلت صاي هاي الفرصة باش يتوحد المجتمع كامل، نخرج وكل يد واحدة، يد واحدة بالمؤيد من المعارض للحكومة، باللي حاب اللي مش حاب، نقولوا لا للعمل الإجرامي. لا يا جماعة ما تتحلش الأمور كي مكة واحد ما يقبلها. وقلت درك هادم الأبطال تي أنا دوك أساميهم تخرجوا دوك يحكيوا عليهم، والإعلام كله راح يتجند والشباب كله راح تتجند، ويصبح يوم تاع وحدة. يعني اليوم هذا اللي حبوا يجعلوه يوم تاع حزن وقرح وتاع تفرقة يرجع يوم تاع وحدة. فللأسف كما يقولوا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ما فهمش وعلى الناس متجاهلين هذا، ما فهمش الا الجماعه اللي في الانترنت اللي الحمد لله بفضلهم عدنا نعرفوا اسامي شكون اللي ماتوا والصور تاعهم وشكون اهلهم وش من فيلاج وش من سينو، الباقي كل جمود سكوت تام وعليها خير ان شاء الله. تعرفوا يا جماعه واحد العام واحد الجنرال قال لعمر بن الخطاب، قال له عمر شكون اللي ماتوا في المعركة؟ قالوا في المعركة مات فلان وفلان وفلان. قال له عمر كيفاه كيفاه شكون؟ قالوا فلان وفلان فلان. قال له ماتوا ثلاثة برك في المعركة دي الكبيرة؟ قال له لا ماتوا بزاف بصح اللي نعرفوهم فلان فلان فلان. فيهز يده عمر ويخطب بكف امشي تلعب. قال له الاخرين اللي ما نعرفوهمش ما تقوليش عليهم، ما تقوليش شكون هما اساميهم، مش هم عباد، مش هم مسلمين، ما عندهمش حق نعزيوهم ونبكي ونحزنوا عليهم. فيقول له روح جيب لي الاسامي تاعهم كل قدام الناس. فيجيب الاسامي يا جماعه، حنا كيما قلت لكم الاسامي تاع الشهداء دم كون ما جاوش الاولاد في الانترنت والجماعه في الانترنت ينشطوا، واحد ما كان يعرف اسمهم لا جريده ولا شفتها في تيلي ولا شفتها في اخبار، واحد ما هدر واحد ما هدر يا جماعه. فيجيبوا له عمر الاسامي ويبدا يقول ها فلان بنو فلان شكون يعرفه؟ فيوقف واحد ويقول له انا نعرفه انسان طيب، ها اذكروا محاسن موتاكم ولا اذكروا موتاكم بمحاسنهم، انسان طيب، انسان عاقل، انسان كان يدير الخير، انسان متربي. لازم نذكروهم هذوما يا جماعه الشهداء، لازم الناس والشباب يعرفوهم شكون هما، فلان بن فلان من القريه تاع الفلانه وراو متربي وراو كان في حل وكان عاقل مع والديه وكان صابر وكان كذا وكان كذا، باش الناس يزيدوا يحبوهم. مش قضيه مات وفضت وقص علينا لا. فيزيد يقرا عمر الاسم الثاني، يوقف له واحد يقول له يا عمر هذاك فلان مسكين فقير مات وخلى امراه وخلى يتامى. فيسمعوا بهم الناس يقولوا من واجبنا نعاونوهم، حتى الشهداء جماعة اللي ماتوا ربي يرحم الشهداء اللي ماتوا يا جماعة، راهو فيهم ناس كانوا متزوجين وخلوا يتامى، والجنود كل تاع الجيش نقول لك 99% فيهم فقراء. جنود يا جماعة تاع الجيش هم فقراء، والله فقراء، وبزاف فيهم جايين من شر ومن بعض القرى ومضحين بنفسهم، وتلقاه خدام في الجيش يخدم مع امه، يخدم مع باباه، يخدم مع خاوته، ويخدم مع عمرته، ويخدم مع ولاده. وش راح تكفيه لا بونسيون يمدوها؟ لازم يوقف الشعب ونديروا لهم حمله نعتزوا بهم ونعاونوهم، مش عيب نعاونوهم يا جماعه، مش عيب. يعني العبد يتاسف انه ماتوا وفضت بركة لا يا جماعة لا، هذه مش من خصال الشعب الجزائري الشعب المسلم. ولو أنا عندي صاحبي يخدم في الاطيلي في الإعلام قال لي لطفي يلا غالب تلقينا تعليمات باش ما نهدروش وما نديروش بيبليسيتي، واش ما تهدرش يا أخي؟ الناس كل صايع عن بالها والعالم عن باله والشباب عن باله مش من بيبليسيتي، بالعكس
هذه فرصة باش نديروا بيبليسيتي ونقولوا رانا نرفضوا هذا العمل ورانا نوقفوا في السراء والضراء مع الناس كيما دمها أبطال تاع الوطن. مش ما نديرش بيبليسيتي عاجل الاخرين مجرمين، انا ما ندير حتشي ننفيهم حتى الاخرين نقصيهم، لا مش هم من صفاتنا جماعة. ربي سال عليهم، اقراوا يا جماعة اقراوا واش كان يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم. اقراوا يا جماعة، خطرة 6 حقوق، خطرة 10، خطرة 12، وكل فيهم اذا مات تشيع جنازته، اذا مات من حقه، او مش هم زية راح نديروا فيهم زية ولا من حقه تشيع جنازته يا جماعة. يعني هذوما اللي ماتوا في القرى كيف نديروا؟ الاعلام يجيبوا في لاطيلي بينعتوا الجنازه في كل قريه يا جماعه. فرنسا مات لهم جورناليست ولا زوز ولا ثلاثه، القنوات الكل نعتت الجنازه تاعهم وجاو شخصيات وكذا. احنا ماتلنا ابطال يا جماعه، كل ما جاوش تاع انترنت خداو صور ما عندناش حتى داروا جنازه ولا لا. لازم يكرم الشهيد، لازم يكرم ورد الاعتبار. فكان الناس يقول لك لا يا لطفي مش لازم نبين لهم باللي رانا حزن كبير يا ولدي وش بيك؟ ربي قال اذا اصابتكم مصيبه الموت، الموت راهي مصيبه، تحب تلعبها كلي ما كان والو عجل لا بيبليسيتي، اي مصيبه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيموت جندي يحكمه في المعركه وينوض يبوسه ويبكي عليه حتى نقول لك اللحيه تاعو تعود تقطر بالدم، والصحابه يقعدوا يديروا كيفهم رضوان الله عليهم، يقعدوا يحكموا الجنود ويبكيوا عليهم، وحنا محرمين حتى عن نبكيوا عليهم، حابين نشوفوهم تصويرتهم في التيلي ونعتزوا بيهم. يعني الانسان عاد قلبه يتقطع لهذه الدرجات، ما حتى الجنود عم بالكم يا جماعه ساعات جوار تعفوت فاشفوش داير رجال موشم ومنقاشه كيما كيدير لقطه بالبالون هكا، لقطه شعب كامل يخرج هاز لي فوتو تاعو وبطل ويسبوه محارب الصحراء فهمت هو لا محارب لا جا في الصحراء. والبطل يا جماعه الحقاني اللي هز السلاح ومات دفاعا عن ولادك وعن اهلك وعن ارضك وعن وطنك، هذاك تسمى ما نذكروش حتى اسمه شكون لا في التيلي لا في الجورنال. يعني ساعات العبد ما جماعة فيقوا شويه، يعني تسمى ما الانسان او انسان يعني او حقه نفتخر به. حتى والديه كي يشوفوه ولده الناس مفتخر به، جزائر كامله وقفت يوم واحد عجل هذوما الشباب ونحطوهم في الانترنت ونحكيو عليهم هذوما ابطال، راكم ما قتلتوش جنود قتلتو ابطال، ويحياو في الذاكره تاعنا يعني، ونبقاو نسمعو بهم ونسميوهم ونعرفوهم بالاسم، ما يروحوش هكاك يا جماعه. مش قضيه مات وقص علينا هكاك، والله يعني العبد ساعات يتأسف، والله ربي يرحمهم بركة وربي يرحم قلوبنا اللي ماتت وما عدناش حتى نتحركوا، فرصة جاتنا باش نتحركوا، ربي يرحمهم. حتى الأسامي اللي يحطوهم في الإنترنت ما نقدرش حتى نقولهم أسكو هذوك صح ولا لا، لأنه في الإنترنت ساعات معلومة صحيحة ساعات معلومة غلطة، والجهات الرسمية ما تصدر حتى يعني ما شفت منها حتى اسم حتى. يعني علاه علاه يا جماعة؟ عمالكم لي مارينز كيموتوا في أفغانستان ولا يموتوا في العراق، اليوم غدوة كونفيرونس دو بريس مؤتمر صحفي تاع الناطق الرسمي تاع الدولة تاعهم، يجيب الأسامي بلي فوتو فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان ماتوا على الساعة الفلانية في المكان الفلاني. دوفوار دو ميموار يقولوا له لازم نقول بلي هذوما أبطال، ويجيبوهم يديروا لهم سيريموني ويعقبوهم في الأخبار. المهم ما يقولكش لا ما نديروش بيبليسيتي، لا يا جماعة شهداء الوطن. يعني كل واحد يروح في سيركوي في الدشرة تاعو يدفنوه برك ما نسمعوش بيه. وانا ديك نهارات كنشوف نص ساعة في التيلي، نص ساعة جنرال قايد صالح قاعد يمد في نجوم ويلصق لشكون دي جينيرو اخرين، جنرال يمد في الجنرال نص ساعة وحنا نستناو. ها ما كان حتى جندي دار عمل بطولي هكا تكرموه في لاطيلي وتقولوا فلان مكافحة ارهاب او اش دار، ما كان الجندي دار هدة يعني، ما كانش غير الجنرال يديكوري الجنرال برك، ها من البيرو للبيرو برك، والناس اللي في الميدان والناس اللي هزت خاوتها كي تبليسات والناس اللي باتت لبرا والناس اللي منعت من الكمين كيما مهم. خاوتي الله يرحمهم ان شاء الله، ماتوا ابطال ماتوا ابطال، حطوا يدهم يا جماعه على الماء. ها تشفاو جنودهم يحطوا ويقسموا يقولوا اللهم يا رب يا رب نحلف اني نضحي بنفسي على هذا الوطن، فصدقت النيه تاعهم فربي استجاب لهم وماتوا شهداء. ربي ان شاء الله يكتبهم شهداء، وخاوتهم اللي مازالوا حيين ربي يكون معاكم ان شاء الله، وربي يصبركم ويعطيكم القوه والجهد، ويعطينا برك يا ربي شويه كوراج من اللي عندكم،
كون ربي يرزقنا بان بورسون من الكوراج تاعكم ومن الشجاعه تاعكم برك احنا نكونوا سعداء. خلاص بارك الله فيكم، الله يرحمهم يا جماعه، شهداء شهداء، الله يرحمهم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.